للمزيد حول أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو السيدة لوريل باترسون مديرة تكامل أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. سيدة باترسون أهلا بك وأشكرك على الحضور لبرنامج العاشرة من قناة المملكة في الأردن، وأسألك بداية 15% من أهداف التنمية المستدامة تحققت لغاية الآن ونحن في منتصف الطريق إلى العام 2030، هل هذه نسبة من وجهة نظرك جيدة أم أنها مخيبة للأمال؟ شكرا جزيلا على استضافتي. أعتقد أنه في هذا النقطة يعني هذا لسنا ما كنا أردنا أن نحققه في من جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. كما ذكر الأمين العام نحن في 15% فقط مما حققنا، ولكن لم نكن توقعنا في عام 2015 بأننا سنقضي 7 أعوام أيضا لتحقيق ذلك، ولكن هناك الآليات الهامة من أجل مساعدة العالم لنعود إلى المسار الصحيح. إذن جهد الأمم المتحدة ينصب الآن إلى العودة إلى المسار الصحيح الصحي والصحيح. أين التقدم؟ في أي الأهداف جرى التقدم؟ وأين يقع التعثر؟ أعتقد أن العقبات هي وتختلف من دولة لأخرى، ونعود إلى جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة هي يعني وضعت للدول من أجل الوصول إلى آمال وتحقيق طموحاتها في أهداف التنمية المستدامة لتكون عالمية. كل دولة تواجه تحدياتها، ولكن الأردن هناك أيضا من منظور المناخ، وأيضا في هذه الرحلة لم نصل إلى ما أردناه، وأيضا وفي بعض الدول حققت بعض المشاكل، في بعض الدول عندها مشاكل بالفقر ومشاكل الجوع، ولكن هناك نحن كنا نسير في الاتجاه الخاطئ في بعض الأماكن، ولكن أيضا نعمل مع 95 دولة من أجل الوصول إلى تحقيق الفرص هذه الأهداف. كيف نحددها؟ إذن هذا يعود إلى تقدم كل دولة وأيضا على طموحاتها الوطنية، وأيضا هناك تضع الأهداف أمامهم، الاستثمارات في هذه الأهداف من أجل تقدم الدولة إلى الأمام. طيب، الاستثمارات من أجل التقدم إلى الأمام، هل الدول المعنية تقدم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأمم المتحدة بشكل عام ربما تقريرا موجزا عن ما تحققه من أهداف للتنمية المستدامة وما تواجهه من عقبات، أم أن الأمر متروك للأمم المتحدة أو البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس هذا التقدم؟ شكرا. فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها العالم، أود أن أقترح هناك تحديان رئيسيان. الأول هو التمويل. إذا وجدنا بأننا بنقص التمويل وبطريقة حيث تعهدت هناك نحن بعيدون عن الوصول إلى الطموحات. لماذا؟ لأن الفترة الانتقالية والتي يجب على الدول أن تستثمر فيها تقدر الكلفة بأن 2.3 تريليون دولار، وأيضا وهذه كثير على الدول، هناك بعض الدول الفقيرة وبعض الدول التي يعني تعاني فيما يتعلق بالمدفوعات، وإذن الدول الأفقر أنفقوا 2.4 أكثر من على ديونهم على البرامج الاجتماعية، و 1.4 على من ديونهم على استثمارات الصحة. إذن هذه التحديات التي نواجهها أمام التقدم، هذا أحد التحديات. التحدي الآخر الذي أقوله أن هناك الكورونا، وهنا نتطلب التضامن، والتضامن التي
استخدمنا كثيرا وأيضا، ولكن هذه التحديات التي يواجهها العالم هي مقيدة، ليست موجودة فقط لدول واحدة أو لمنطقة واحدة. ولهذا هنا نحن في قمة أهداف التنمية المستدامة، جاءت الدول، هناك التمويل والمناخ، وأيضا نحتاج لتحالف الدول للعودة إلى الطاولة من أجل التمويل وإيجاد حلول وسط، ونضع التمويل في هذه الأمور، وأيضا الإرادة السياسية أيضا حتى نصل. You can push back the AOPs, and that's very fine. نتوقف قليلا لكي تضع السيدة باترسون ربما سماعات الأذن كي تسمع الترجمة القادمة. Thank you for that. هناك برنامج جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية الأسبوع الماضي على ما أعتقد أنه صدر، يظهر أن تأمين رفاهية الناس والكوكب غالبا ما يكون معلقا بين القيود المالية والضريبة. كيف نفهم ذلك؟ ما هي التفاصيل التي البارزة لهذا البحث للبرنامج الذي صدر الأسبوع الماضي؟ أعتقد السؤال يركز على التمويل. نعم. Yes. 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 الإجراءات التي يمكن الآن أن نأخذها والقيام بها من أجل التقدم، وهذا شيء في التمويل، وأيضا في الإعلان الذي تم إطلاقه عدة أيام، وهذا أيضا في، وهذا شيء يتطلب إن آليات تمويل مختلفة بالإضافة إلى زيادة السيولة، وأيضا من أجل يعني قنوات التمويل الجديدة والخلاقة، وأيضا من أجل هناك يعني إجراءات مختلطة من هذا، وهذه مبادرة جيدة ومهمة مع غيرها، وأيضا من أجل المساعدة في بناء الاستثمارات، والاستثمارات الضرورية، وهذه مجالات حيوية من أجل مستقبل عالمي وأيضا للتكامل الوطني معها. كما ذكرت سيدة بيترسون، قياس التقدم يختلف من دولة إلى أخرى. الدول الغنية، الدول مرتفعة الدخل تختلف عن الدول النامية ومنخفضة الدخل، هذا قد يفهم، لكن كيف ربما لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يدعم البلدان النامية التي لا تزال تتعافى من الصدمات والأزمات؟ شكرا. إذن إحدى الأمور التي يجب أن نعمل عليها من 95 دولة هو أيضا إيجاد طريقة، هناك مثل كتيب العمل، وأيضا من أجل تحديد التقدم، والفكرة كانت مهمة جدا للتقدم، وهي أن هناك أن تقودها وطنيا ومحليا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي موجود في كل دول العالم، ونحن نستمر بدعمهم أيضا وشركائنا الآخرين في تحقيق التقدم إلى الأمام. بالنسبة لنا أهم مجال مهم هو حول النمو، وأيضا للجميع النمو والتقدم، وأيضا وهذا أن العمل للجميع، وهذه أيضا مؤسسات قوية كمحرك للمؤسسات الأخرى، وهذا بالنسبة لنا هناك رابط قوي من أجل ربطها مع المناخ. ومثلا هناك دول أشارت بأنها تحتاج إلى بنى تحتية كأولوية أساسية، هذا اللي تساعد في خلق الوظائف أيضا والتعلم من أجل الشباب، وأيضا هذا مهم، وممكن أن تدعم أيضا في التحول أيضا إلى التكنولوجيا، وأيضا وهذا سيساعدهم أيضا في التعلم في أشياء جديدة للمستقبل. وما هو مهم جدا للتقدم هو أن نقرب أن هناك ما تواجهه الدول، وهناك وأن نقوم بالتحالف مع شركاء وأيضا للتقدم بهذه المجالات الحيوية. نعم. أنا أفقد بجديد ربما سمعت. I don't know. It's in the studio back. I guess. It's here. Yeah, it's here. Things happen sometimes. Yeah. No, absolutely fine.
فيما يتعلق بالمنطقة العربية سيدة باترسون، ما هو المحرك الأساسي الذي تنظرين إليه أو تنظر ينظر إليه البرنامج ويعد مؤشر هام يكفل تحقيق نتائج عادلة ومستدامة؟ بعض الأمور تأتي معنا، والشيء المهم للمناطق النامية هي أيضا مزيج من هذا الأهداف المناخ وأيضا على الكرة الأرضية، وأيضا وهناك الأمن وأيضا تخفيف الفقر وأيضا هناك التعليم. وأيضا إحدى الأمور التي نجدها مهمة هو عدم التوافق بين التعليم وأيضا المهارات المطلوبة في العمل، وهذا مهم جدا. الشيء الآخر الذي مهم، وأحيانا لأننا نسمع الكثير، وهو هي الموارد مثلا المياه. وهناك عدة مناطق حول أهداف التنمية والاستدامة، ونركز يجب أن نجد حلولا لإدارة المياه، وهذه مرتبطة بالمناخ في المناطق. الأهداف التنمية المستدامة ليس لها مجال واحد، حيث المنع ممكن تكون للاستدامة ومع الاستقرار، وهناك سيكون الأساس لها، وهذا مزيج للآليات للحلول والبيئة التي ستساعد في وضع أساس للناس، وخاصة في الدول التي لديها مشاكل، وأيضا من أجل مواجهة الأزمات، أيضا من أجل مستقبل مزدهر لهم. I know it's bothering you. I'm sorry for that. It's keep falling off. في مواجهة التحديات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هل هناك مثلا وجهة نظر ترى أنه ربما يجب إعادة النظر في تلك الأهداف، تقليص عدد الأهداف من 17 هدفا إلى أقل من ذلك؟ كيف يعني ينظر إلى هذا الأمر؟ أعتقد أنك سألت عن Do you think that there is a need to reconsider the objectives? I mean, instead of 17 goals, we go to shorten that list to like 5 or 6. Thank you. Workable, I mean. نعم. أعتقد أحد التحديات من أجل إيصال الأهداف 17 هدف، 192 غاية، وأيضا مؤشرات كثيرة. إذن منظورنا هو إذا أردنا أن تحريك أي واحد من هذه الأهداف، أيضا قد تنهار، وقد أحيانا نمنع فرصة لتقدم. الأهداف هي ليست قائمة نضعها مثل قائمة تحقق كل واحدة، ولكن المنظور هو أنت تحتاج هذا التفاعل بينهم لفهم الطرق لمواجهة تحديات التنمية والنمو، وهي خيارنا لنضع خلطها معا. وأيضا إذن وجهة نظري لا، نحتاجها كلها، نحتاج كل هذا، ولكن نحتاج أن نعمل عليها جميعا بنفس الوقت. ولكن هناك خيارات مختلفة، بدل أن يجب أن نبدأ باختيار هنا وهناك من أجل جعل أثر أكثر وتفادي أي فجوات، وهلاك يعود الأمر على الدول أيضا. وأيضا لأنه يعني بالتوائم والتحرك وإمكانية ضمان أن الأهداف تم ترجمتها إلى إجراءات لطموحات وأمال هذه الدول وللشعوب وأيضا لرفاهيتهم. نعم. I'm going to ask for this question in Arabic and then till you get the translation back. Thank you. هناك فجوة في نتائج أهداف التنمية المستدامة بين الدول الغنية، دول مرتفعة الدخل، والدول المنخفضة الدخل. هل هذا كان متوقعا على نطاق واسع؟ In English, there is a certain gap, obvious gap between the countries, rich countries and other poor countries. Was that expected widely for the UNDP or for you as a program for the United Nations, and how we can bridge that gap?
Exactly. It's a fair question, and I think we've seen across the board in the first 7 years of the agenda that inequalities have grown both in countries and across countries. So that's a very real and concerning reality. When we look across the world, عندما ننظر أيضا في حوالي 95 دولة والدول التي نركز عليها، نعود أيضا مرة أخرى وأيضا هي التنمية التي نريدها ونأمل هنا وخاصة هنا في هذا الأسبوع. إذا بقينا محتجزين ضمن هذه الأمال التي نريده، وهذا النمو الذي نريده والتطور، وهذا يقودنا إلى عدم مساواة، وليس مساواة أقل، ولكن هناك نعتقد أن هذا النمو هو مهم جدا، ليس من بداية هذه وأن نقلل الفجوات بين بعض الدول وبعض المناطق، ولكن بشكل رئيسي عندما تم وضع هذه الأهداف ونراها هنا، هي أيضا وقعت عليها كل الدول الأعضاء للأمم المتحدة، وهناك كما مثلا عندك من كما هي في كندا وهي دولتي، وايضا من دول اخرى، واذا لا يوجد هناك يعني امكانيه، لا يوجد اي دوله لديها مستوى من الازدهار، وايضا يعني متساوي جميعا مع كل العالم، ولكن هناك هذه الاهداف هي مربوطه لكل الدول في العالم وتواجه نفس التحديات، وايضا لا يوجد دوله واحده التي لديها حل واحد. يجب أن يكون جهودا جماعية لنعمل معاً.